المسألة أخرى في قبول خبر الثقة، هل يقبل مطلقا دون تثبت؟ كان يقال إن فلانا مثلا سب وطعن في الصحابة، هل يجب علي أن آخذ بهذا القول وأحكم عليه أم لا بد من التثبت؟ لا بد من التثبت. ولو كان القائل أحد المشايخ؟ لا بد من التثبت. القائل أن القائل إذا كان يعني عزاه إلى كتاب له والكتاب موجود يمكن الناس يرجعون إلى الكتاب، أما مجرد يعني كلام من غير أن يذكر له يعني أساس، لا سيما إذا كان الشخص من الموجودين. أما إذا كان أنه من المتقدمين وهو معروف بالبدعة ويعني أو من أئمة، هذا كل يعرفه، يعني مثل جهم بن صفوان وكذا، كل من قال أنه مبتدع فإنه كلام صحيح أي إنسان يقوله. وأما يعني بعض الناس الذي يحصل عندهم خطأ وعندهم جهود عظيمة في خدمة الدين فيحصل منهم زلة أو يعني هذا، فبعض الناس يمكن يقضي عليه بمجرد هذه الزلة.